الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أجل المرسلين وآله وصحابته وتابعين من واله. يقول ربنا جل جلاله وعظم سلطانه في كتابه العزيز: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآيات البينات المحكمات فيها التحذير والتحذير الشديد من مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن مخالفته عليه الصلاة والسلام قد تؤول بالإنسان إلى جهنم عياذا بالله، لقول الباري جل في علاه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فمخالفة النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم المنكرات ومن أعظم الفتن التي ابتلينا بها في هذه الأيام. والآن الساحة تشهد، كثير من الناس يرد أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام جملة وتفصيلة. في ناس بيقول لك يا زول السنة دي أنا ما بقتنع بها أساسا، زي في نوع من الناس اسمه القرآنيين، ده يقول لك أي حاجة في القرآن أنا بقتنع بها، ما في القرآن ما تسألني منه، يعني ما عندهم على السنة شغلة. والسنة مبينة للقرآن ومفسرة للقرآن، ولكن هؤلاء لجهلهم ولضلالهم وغيهم أنكروا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من ينكر بعض السنة زي الترابي، الترابي تعرفه حسن واطة، ده أكبر منظراتي في البلد دي هنا، زول عجوز من سنة كم ما عارف، من ما قمنا لقينا الزول ده بحالته دي، أصله لا داري موت لا داري لا داري ريحنا، كل يوم يطلع فتوى جديدة. زمان اخترع حاجة اسمها عرس الشهيد، ودى جماعة هناك، الجماعة ماتوا قال ما في حاجة اسمها حور عين ولا في حاجة عرس شهيد ولا، وانكر عذاب القبر وانكر نزول عيسى عليه السلام وانكر يأجوج وماجوج وانكر علامة الساعة، كلها انكره. والجماعة ده طب يصفقوا له الدكتور حسن الترابي ده ديك وتور، والله والديك والتور احسن منه، لانه زول ينكر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربنا قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فدال خالفوا النبي عليه الصلاة والسلام، دال وغير من أهل البدع من الأخوان المسلمين وجماعة التبليغ، كلهم خالفوا النبي عليه الصلاة والسلام إما في العقيدة وإما في السلوك وإما في المتابعة. وكل الفرق التي نراها الآن في الساحة النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا منها. شما تمشي من هنا تقول خلاص الجماعة دي حذروني من ناس الترابي ومن الجماعة المؤتمر الوطني والغير وغيره والحركة الشعبية وغيره، وأبقى معاون ولا تبقى معانا ذاته ولا داير إنك معانا، أبقى مع الكتاب والسنة. أنا وإنت وفلان وعلان كلنا نتبع الكتاب والسنة، لأنه ربنا قال في القرآن، ربنا قال في القرآن في محكم تنزيله مبينا أن النبي عليه الصلاة والسلام يهدي إلى الصراط المستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام إنت بتهدي إلى الصراط المستقيم صراط الله. وربنا يقول في آيات كثيرة يبين أن متابعة النبي عليه الصلاة والسلام هي الأصل الثاني بعد شهادة أن لا إله إلا الله. أي سوداني بيقول لك لا إله إلا الله، لكن في المتابعة ولا إله إلا الله تلقى عنده فيها خلل، بيقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله، عنده خلل في لا إله إلا الله. بيقول لا إله إلا الله ويحلف بغير الله، عنده خلل في لا إله إلا الله. بيقول لا إله إلا الله ومعلق له حجاب ولا معلق صورة بتاع الشيخ ولا بيعتقد القصائد بتاعت الصوفية. الآن الموارد والساحات مليانة بالقصائد والنوبات والدلاليك، والنبي عليه الصلاة والسلام والله كان في خير في الدلوكة ولا في النوبة كان ورانا. واسأل أي صوفي أي ذلك يقول لك الليلة رح معانا المولد، اسال يقول له انت عندك وشون هناك، يقول لك طبعا حنقرا المولد اهو بعد المولد، يقول لك والله طبعا عندنا نوبه بندق النوبه بنرقص. طيب يقول له سؤال داير نوبه النبي لونه كان شنو؟ يقول لك ها والله ما كان عنده نوبه. طيب انت عامل ليه الكان بيدق النوبه بتاعت النبي منو؟ في صحابي كان ماسك النوبه ما في، لكن الصوفيه دخلوا النوبات والدلاليك والكشاكيش والصفافير، والله تمشي هناك كانه بتاين حركه ويك 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 بصفافير ده شنو ده؟ يقول لك محبة في رسول الله، دي من صفات المشركين التصير. ربنا قال: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، تصير وتصيق، وده كله بتلقاه في ساحة الموالد. وهذه الساحات
ما متفقه، كلها ما متفقه، كل الساحات دي اي ناس عندهم بيرك براهم، عالم براهم. الطريقه البرهانيه تلقى كاتبين فوق لا اله الا الله محمد رسول الله، ودي ما فيها اشكال وكويسه جدا. لو وقف على كده ما في زول بيلومه، لكن كاتب في فوق في الركن الايمن ابو بكر الصديق وده صحابي رضي الله عنه، وبيجاي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبتحت عثمان، وبيجاي علي، وفي النص كاتب مدد يا دسوقي. اها دي المشكله هنا، انت فوق كاتب لا اله الا الله محمد رسول الله، والدسوقي ده الغزاوي هنا شنو؟ الدسوقي ده الغزاوي هنا شنو؟ ده محله يا زلمه؟ انت ما عندك مخ؟ كان في زول بينادوا افضل الدسوقي ولا الرسول؟ والرسول قال لك اذا سالت اسال الدسوقي. يا برهاني يا ابو طاقيه برتغاليه، انت قال طاقيه برتغاليه ساي طاقيه دي تحت فيها كفر وشرك ما يعلم به الا الله، والله الذي لا اله غيره. ما تشوف الكلام ده؟ خشيت انا ذاتي يوم الحوريه بتاعتهم عندهم حوارات المانيات، فكاش شعارين يا زول ولابسات ارديه يا جماعه الدراويش شغال، طب شغالين هذا الفستان توم، والواحد يجي دار يضحك حق ساي، والله ولا عاجبه الذكر ولا اي حاجه، لكن عاجبه والله المانيه، الالمانيه دي قبل كده ما شافها، عشان كده بيقول لك الذكر يا مولانا. انتوا بتنكروا الذكر؟ ذكر لكن ما بالطريقه دي، الذكر بيخليك مطمئن وبيخليك ساكن. ربنا قال الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. اسالك بالله في ذكر بيخليك لا في بكره واحده زي القرقور ده؟ لا في ذكر ده. طيب يركبك في لافته دي فوق ولف وقع، قول غرقته بتقع والله يمسك بكره يده يقول لك اسمع انا هذول ناس الدفاع المدني، انت ما قلت بتغرق اغرق فوق؟ كذب وافتراء. عشان كده ربنا قال ومن يشاقق الرسول، اي من يخالف الرسول، تخالف الرسول في العقيده، تعتقد عقيده غير عقيده الرسول. اسالك بالله هل كانت عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعتقد أن الأولياء يهبون الذرية؟ النبي كان يعتقد كده؟ أبدا، وإنما عقيدته عليه الصلاة والسلام قول الله عز وجل الذي أنزله عليه لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب من يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما دمنه ده الله. لكن عند الصوفية هنا في البلد دي عندنا هنا في السودان، واكثر بلد فيه طرق، واكثر بلد فيه قباب، واكثر بلد فيه شرك، والغاز قالوا ما في. انت يوميا بتحارب الله بالشرك ودار الغاز يجي كافي؟ والله مش الغاز، شفت العيشه تبقى العيشه الواحده تبقى بخمسة جنيه لانه في شرك شغال في الموالد. والصوفيه الحاجه اللي كانوا بيتهمونا بها قالوا انتوا يهود، والله نحن سودانيين 100% ولا عندنا علاقه مع اليهود، ونبغض اليهود ونلعنهم ونسبهم وندعو عليهم بالدمار لانهم اعداء الرسل ولانهم اعداء الانبياء واعداء الدين. الان الصوفيه وين يا جماعه؟ جوا البيت الابيض. اليهودي فينا منو؟ يا ده انت ما نصيح ولا شو؟ انت ما عندك عقل يا صوفي؟ جماعتك جوا حاضنين اوباما، انت سماني ونصراني انا، ضمن البيت الابيض لا عاش من يفصل. جوا قاعدين في البيت الابيض، ليه شيوخك يا صوفي؟ فين الشيوخ الان؟ جوا البيت الابيض. وبعد ده داير الجماعه يجوا لك دين، دين بيجوا من هناك مشربين بالافكار الصهيونيه التي تحارب الاسلام الصحيح، لان اوباما وغيره من الكونغرس وغيره من البيت الابيض يعرفوا تماما ان الدين الصحيح هو الذي يدعو اليه اهل السنه والجماعه السلفيين، عارفين الكلام ده، لكن هم ينادوا الصوفيه عشان ينشروا الافكار وينشروا الباطل وينشروا الغنى، لانه ربنا قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. رضوا عنك ليه يا سماني؟ رضوا عنك ليه يا ود الكباشي؟ ورضوا عنك ليه يا ود البري؟ ورضوا عنه ليه يا ود الفاتح غريب الله؟ رضوا عنك ليه وجابوك؟ لانه عارفين دينك ده ما عنده تاثير، ودينك ده ما عنده خطر على دينهم، ولانهم عقيدتك وعقيدتهم واحد. انت بتعبد عيسى، النصراني يعبد عيسى عليه السلام وعيسى بريء من عبادته، والصوفي بيعبد ابو الشيخ، واحد ولا ما واحد؟ واحد. عشان كده الان الساحات الملانه دي نحذر كل المسلمين من ان ياتوا اليها، والله وتالله وبالله لو كان خيرا لما سبقنا عليه احد، يعني لو كان فيه خير كان سبقونا عليه الصحابه، لكن هذه الاعياد الباطله والمزعومه اقتدعها الشيعه. شفت عيد المولد ده؟ اول من اسسه الشيعه، عملوا 6 موالد، مولد للرسول عليه الصلاه والسلام، واحد للحسن، واحد للحسين، واحد للسيده فاطمه الزهراء، فاطمه رضي الله عنها، الزهراء دي ذات حقتهم هم، بيقولوا الزهراء لانهم عندهم في عقيده، الكلام بيجي عنها ان شاء الله في الايام الجايه، ومولد للامام بتاعهم القاعد الموجود الحالي، فدي الموالد اللي اخترعوها الفاطميين العبيديين الشيعه، دي الموالد.
وجايك برضو عيد الكريسماس وجايك عيد الحب وجايك ما عارف عيد الأم وعيد الشجرة ودي كلها أعياد باطلة ما عندها وزن في الشريعة. عندك عيدين الأضحى والفطر وعيد المسلمين يوم الجمعة، ثاني تعرف لك عيد؟ عارف لك عيد؟ ونفس الناس اللي بتلقاهم في الموارد يوم الكريسماس بتلقاهم مع الجماعة ذي هناك في الوقت اللي بتحتفل فيه والكنيسة الكبرى في روما بأن الله له ولد وله صاحبة. كثير من شباب المسلمين يطلعوا الساحات ويطلعوا إلى الشوارع والمنتزهات لكي يحتفلوا مع اليهود والنصارى الذين سبوا رسول الله والذين أساءوا إلى رسول الله والذين أخرجوا الأفلام التي تسيء إلى رسول الله. يا زول أنت ما عندك عقل؟ ما عندك غير على عرض النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما عندك غير على جنب النبي تحتفل مع ناس سبوا النبي وبيقولوا الله تعالى الثلاثة؟ حصل يوم نصراني جاء ضبح معاك خروف، قال ده خروف الضحية بتاعي يا جماعة انتم مسلمين ونحن واحد وكده، جاك لقاك نصراني كده وربنا قال لك ده أكثر ناس بيكرهوك وما بحبوك، تجي تقول لي نحتفل معاهم وتلقى الشباب والألعاب النارية وغيره وغيره، وده كله هوس وضلال وبدع أحدثها هؤلاء النصارى وبدع الموالد التي أحدثها الفاطميون وتبعهم على ذلك المتصوفة، فلا علاقة لها مع كتاب الله ولا مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال الله ومن يشاقق الرسول، أي من يخالف الرسول. الرسول دينه واضح ودينه كامل، لا فيه دلوكة لا فيه كشكوش لا فيه يعني حوليات لا فيه ليليات لا فيه مدايح لا فيه طارات، ده كله في دين النبي عليه الصلاة والسلام ما فيه. الصوفية جابوه من وين؟ أسأل الصوفية قول لهم جبتوه من وين؟ يقول لك والله طبعا بنحب النبي، بتحب النبي لكن ربنا قال لك النبي كده، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وتلقى أول واحد أول حاجة لا بيسوي جلابية كرب الواطة، وتلقاه حالق دقنه، وتلقاه يسلم على النسوان، وتلقاه يسمع بيرونه في المديح ويسمع السيرجادور في نيل الأزرق ويحضر محمد المنتصر اللي زيرك، وبعد ده يقول لك هذا بحب النبي. حبك محبة النبي كلام ساي ولا ادعاء؟ عشان كده قال الشاعر قال قال إن المحب لمن يحبه مطيعه، إذا بحب الرسول بيطيعه، لكن ربنا حذرنا من مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. أي زول اتبع غير الرسول عليه الصلاة والسلام وخالف طريقته ربنا يوليه الذي تولاه، وربنا بين في القرآن شم مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام وحذرنا منها. ربنا قال وإن تطيعوه تهتدوا. يا كده يا اخوان بالواضح كده اوعك تمشي مولد، والله نصيحه لك، لانه في شرك وفي بدع وفي ضلالات وفي اختلاط وفي تبرج، واوعى تسوق اولادك وبناتك البنات لابسات البناطلين ولا النسوان متبرجات وقال لي ماشيين يحتفلوا وجوا تلقاهم مشكوكين شك الكبريت. يقول لك الذكر في ذكر بالطريقه دي؟ في ذكر اسالك بالله المرأة والراجل ما تفرزهم؟ والله ما بتفرزهم، لانه الواحده لابسه بنطلون وديك لابسه بنطلون، واحدين من الجماعه اللي بيقول لهم اولاد كده مايعين كده بيقولوا ماشيين عيد حماده، يا واد حماده بتاع شنو؟ ده من الجماعه برضو اللابد ان يكشفوا للراي العام. جايبينهم قبل فتره في الجرايد واحدين متزوجين اولاد واحدين عاملين لهم حفر بتاعت ايه وما عارف ايه وهوس، ده كله في البلد دي ودارين الغاز يبقى فيه، ما بيبقى فيه غاز ولا عيش ولا غيره ولا غيره. انا اكتفي هذا القدر واقدم اخونا الشهاب عوض فليتفضل مجزوم اجور السلامات.